اي السلام عليكم. كمل قطار قال لك مسكين داوى الله يطلق سراحه. هذا كمال اللي مشات عنده ديك الشاينه المغربيه للجزائر تم اعتقاله. اجي نشوفوا السبب. كمل الفيديو. والله يصبر امه والله يخفف عليه. قال لك داوى مازال ما درتيش ابوني. واش كتسنى؟ دير معنا ابون، زير معنا الصمته. يلا حبس. قبل ما نبداو، السبونسور ديال هذا الفيديو هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هو واحد البلاتفورم اللي تقدر تربح فيه المال. ولا بغيت تسجل الرابط راه كاين تحت من هذا الفيديو. الا دخلتي ودخلتي هذا الكود برومو اللي هو خالد بي كتربح 130 دولار اللي هي 26000 ريال. السلام عليكم، كيف حالكم اخواني الكرام؟ اين انتم يا كراغل؟ اشتقنا لكم. اليوم الاخوان غادي نشوفوا الجزائري اللي مشات عنده شاينه المغربيه اللي نوضنا بالباله في ديك الوقيته علاش انها تمشي وتعطي الكراغ لما يقولوا علينا. هذاك الجزائري تم اعتقاله وتشد في الحبس. اجيو نشوفوا علاش تشدوا، كيفاش تشدوا، واش قالوا الجزائريين في هذا الشيء. على بركه الله، قبل ما هادشي نشوفوا الفيديو اللي صيفطوا لنا اول فيديو. وعلى حساب الطلبات ديالكم قلتوا بدا تخلي فيديو تيك، والله حتى نخليه تيكمل. صافي انا معاكم دابا، اللي قلتوها نديروها على بركه الله. هذه ما نقبلهاش. استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قدر الله ما شاء. ما تنفعش سي مسعودان. قدر معليش، يهضر من قلبه طبعا، يهضر من قلبه. محمد شايب بكل صراحه ما نبقاوش نبقاو في ماضي وسلامة ان شاء الله سي مسعودان. سلامة. الحمد لله. فالخير هذا فالخير. بكل صراحه محمد شايب، تكلمنا على امور اسباب الاخفاقات، ماشي غير تدور رؤساء اتحاديات واسباب الاخفاقات فيها الضغط واسباب فاشياء فنيه تقنيه مده صلاحيه بعض اللاعبين، تكتلات بعض اللاعبين. هذا فاش ترس الكاس قلت انا غادي نسخو القجع المراركه، هذه عين ديال المراركه، سببنا القجع. ما عرفت كي داروا الكاس ما لصقوش القجع الاخوان. عده اشياء والتاريخ سيكشف هذه الاشياء في قارب العاجل، سيتم كشف مدى حدث. القضيه ماشي قضيه مستطيل اخضر وجانب فني وجانب تقني. انت قائد فريق، ماذا بك يلعب فلان في وسط الميدان؟ ماذا بك المدافع الايسر يكون لاعب فلاني؟ باسكو انتم العشوائيه عندهم في كل شيء، في كوره في التسيير. دوزوا الفيديو اخر. جزائر فضولية، والله لا لقيتي بحال المغاربة في النشاط ديالهم، في التفاعل ديالهم، في الاحترام، في التقدير ديالهم. والله لا لقيتي بحال المغاربة ودور العالم كله. رجعوا قولها لي. فضولية صافي سليم. المغاربة والنشاط، المغاربة والنشاط. الإخوان اليوم ما عرفتش فلان كركر، راني مريض شوية والله يشافي جميع المرضى. ندوزو الفيديو آخر الإخوان. أهرب طاهر. الخنشلة عندهم في الدم بحال عيالاتهم بحال بناتهم بحال رجالهم. أهرب طاهر ما تلافتش وراك أخوي. أهرب طاهر، أهرب طاهر، أهرب أهرب ما تلافتش. الخنشلة في الدم، أنا قلت لكم راه خنشلة في الدم. ندوزو الفيديو آخر. وش اللي قاعد يسويه هذا الساطي المغربي؟ تخيلوا يا جماعة الخير، في بداية الموسم مع نادي الاتحاد السعودي تم سحب الرقم 9 من حمد الله لإعطائه الكريم بنزيما، وبعض من جمهور الاتحاد كانوا يطالبون بمغادرة حمد الله على حساب بنزيما. الآن حمد الله أتى ليثبت نفسه. مستوعبين أن أرقام حمد الله بوجود بنزيما مع الفريق هو أكثر من سجل الاتحاد في الدوري السعودي، وأكثر من سجل الاتحاد في كأس الملك، وأكثر من سجل الاتحاد في دوري أبطال آسيا، وأكثر من سجل الاتحاد في جميع البطولات. ما كاينش اللي داير الحلق من السواعده والخليجيين بحال حمد الله. نهار جابوا بنزيما كلشي كيقول حمد الله، ماني بحمد الله يا بكايا، ماني بحمد الله. قالوا ليه يمشي بحاله. دابا فاش جاب بنزيما ريال مدريد يمشي بحاله السيد. ما بقى لا بنزيما. بنزيما كيمركي ديما ضد راسو، حمد الله كينقدهم وكيأهلهم. وبنزيما كيمركي ضد راسو، حمد الله كيأهلهم ديما. اما بنزيما القادم من نادي ريال مدريد الاسباني صاحب الكره الذهبيه سجل 9 اهداف فقط مع الاتحاد في الدوري السعودي، ولم يسجل اي هدف للاتحاد في دوري ابطال اسيا. وفوق كل هذا بعد سحبه بنزيما على الاتحاد وعودته للنادي، وفي مباراه الاتحاد ضد ناف بخور بنزيما سجل هدف عكسي لناف بخور، وفي نفس المباراه حمد الله غطى على خطا بنزيما وسجل هدف التعادل واهل نادي الاتحاد الى دور ربع النهائي. ايوه
انتم اللي جلستوا عليه كتسبوه يا بكايه، يمشي حمد الله ماني بحمد الله، اليوم جاب بنزيما ماني بحمد بنزيما ديالكم، لو كان ماشي حمد الله تنزلوا الدوزيام سيري، دوزوا الفيديو اخر. سلو جزائري وانتقل اليكم. شوف اختي راه حتى املو جزائري وحتى الارغان جزائري، وغادي نعطيك معلومه جديده، ان اكبر قمه في المغرب جبل تبقال راه في الاصل ديالو راه جزائري، كان في ولايه سطيف. واحد النهار جانا الخطاب داك سميتو تعرفوش يمكن نتوما ولا يمكن يمكن حتى هو حتى هو جزائري الله اعلم، النفار كتعرفوا النفار جا كيصفر طوط كيقول لنا تجمعوا تجمعوا تجمعوا، تجمعنا حنا كاملين المغاربه كاملين ديال المغرب كامل حبيبه، تجمعنا من طنجه للقويره وعطاونا سناره وصيفطناها هكا اوكي، صيفطناها وبقينا كنجرو نجرو من 1920 وحنا كنجرو نجرو نجرو داك الجبل حتى 2023 وحطينا حدا مراكش صافي حنا نقولو ديالنا اختي. دابا هادي كتمشي للكراغله على حسب عقلهم، هكا بغيت تبدا ديروا مع الكراغله باش تعصبوا معاهم وقول بتسب ترد عليه بسب ولا شت غير شوف فيه وضحك عليه بحال هكا وسير ليه فهم وي عندك الحق، حنا هزينا لكم طبقه هزينا لكم الطاجين هزينا. المهم داك الفيديو اللي شفتي راني كنت كنهضر مع شهرزاد ديك الطباخه اللي كدير اليوتيوب وداك الشيء كتعرف بالتراث ديال بلادها ولكن بنسخ الوصفات ديال جيرانهم ونسبهم ليها. فالحمد لله اننا في دوله قانون وهبطنا ليها الريدو بالقانون، فالمره الجايه ملي تبغي تقدمي شي حاجه خصك يكون عندك دليل وبرهان انها كتنتمي لك عاد تقدري تعرفي بها، لان كما قلت احنا في دوله القانون. ليش احنا في دوله القانون كما قلت؟ دوزوا الفيديو اخر. انا المسجون انا المشدود انا اللي بلا ولي انا الكراغولي اللي ما شابعش تفكر شو لا اسمحوا لي كبدا يقولوا اسمحوا لي الاخوه واحد دقيقه نطلقوا اللايف ديال التيك توك، حنا كاسين كاسين فيها بس اننا نطلقوا اللايف ديال التيك توك ياك متفقين معايا. يلا نكملوا. طول عمري عايش مخيود الغايز لي حالي راه تشد الاخوان تم اعتقاله في 24. نشوفوا فيديو اخر. اسمع اي السلام عليكم كمال قطار قال لك مسكين داوى الله يطلق سراحه. هذا كمال اللي مشات عنده ديك شاينه المغربيه للجزائر تم اعتقاله، اجي نشوفوا السبب. كمل الفيديو. والله يصبر امه والله يخفف عليه، قال لك داوى هذيك تاع نشر الرذيله هي نشر الرذيله كل واحد الله يفرج عليه، احنا نقولوا الله يفرج عليه والله يفرج عليه والله يفتح عليه والله يصبر ميمته عليه، هذا اللي نقولوها. وكاع هادو دوك ديك الماركه اللي كيلحسوا ليه الكابا باش انه يطلع معاهم في اللايف، ولا ان الناس كاعنا غلطوا هو غلط وقادر هو اصلا نيتو ماشي هذيك هي اللي راهم دايرينها عليهم. شكون هي نيتو اللي كيوقف يشطح عليهم تما ديما في التيك توك؟ شمنيه عندك الله يطلق سراحه كمان والله الله يوفقك الله يطلق سراحه ويشدوك انت في بلاص والله يصبر ميمتك عليك وربي يحفظكم خاوتي الله يعطيكم الخير ان شاء الله. لا حياة لمن توني باش تعرف 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 هاد القضية هضرنا عليها ماشي مرة ماشي جوج، ديال ان احنا كندافعوا شوية على المرأة المغربية ونضنا كاملين في ديك الوقيتة فاش الدراجي هضر بسوء على المرأة المغربية دائما كيكونوا الخوانه وشي وحدين اللي كيتقبلك الخشمه من التحت، دائما كيكونوا شي وحدين اللي ضد مجرى المياه ولا عكس الناس اللي كيدافعوا على هاد البلاد ضروري غادي تلقاهم. وبحال هادي دابا اللي شاده طياره وماشيه من اوروبا للجزائر، اش بغيتي تشوفي في الجزائر؟ وماشي وكديري لي ستوري وكديروا لي ديري لي فيديو زعما اش بغيتي توصلي لنا زعما اني مشيت عنده للجزائر؟ داك راه الدلا داك ما فهمتش دابا واش كاينين شي عائلات اللي كيرضاو لبناتهم بحال ما فهمتش ما فهمتش. حنا راه عيب 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 غير توقف في الشارع عيب عيب تشد الطياره وتمشي لبلاد اصاحبي تشد الطياره وتمشي لبلاد
واش العائله زعما كيفاش زعما واش 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 امريكانيين هادو واش واش من الالمان واش اما التربيه ديال العائلات المغربيه راه ما عندناش داك التصرف دوك التصرفات ما عندناش دوك التصرفات غير الى لا حول ولا قوه الا بالله. الاخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغيله، ديما مغرب من طنجة للكويره، السلام عليكم.